غيطه الشعبيه. ولي انا قاعده في المرح حتى دخل عليا غار قدم مالك؟ قال لي ضربني. شديتها من بات الضربه، غطيتها بواحد الزيف، شديتها بواحد الزيف، بقيت شادها بداك الزيف. رانا شادها شويه كنشوف في دار صافي. ملي جات عطلت لابيلانس ما جات حتى لواحد الوقت، وقتي جات هزو الدو، انا ما مشيتش معاهم السبيطار. كيبيع في الجوطيه المستعمله، ثياب المستعمله. كنت نطلب حقوق ولدي، ولي هو اللي خدام عليا. وانا عييت وليدي ما كنتش بيا، ما كنت كنبيع ونشري، ما بقيتش كنبيع ونشري. ودابا راه ما عندي باش نبيع ونشري والو. وليدي اللي كان يبيع عليا مشى ليا، ها بقيت انا وياه. صافي هادشي اللي كاين بلي. انا اسمي العسيلي سعيد، والمرحوم كيجيني خويا وكيبيع ويشري في الجوطيه، ويا مات الصيف كيمشي للبحر كيدير متناجور تما. هاد الايامات هادي من كورونا لهنا ما كاين لا بحر لا والو، كيمشي على الجوطيه ويجي يضل في الجوطيه مع العشيه، يجي بمحال ويعشي العشاء ديالو، يدبر على الوالده ويجلس معنا كيضحك حتى كينعس بحالو. البارح سيدي ملي هو جاي من الجوطيه هابط، انا جالس انا وامي ومرتي ووليداتي جالسين في البيت لداخل، تدخل علينا السيد السلام عليكم، بان لينا الدم كيقطر من كرشو. قلت له مالك؟ قال لي راه ضربني زكريا ولد الرادي، راه خشى فيا جنويه. وهو يمشي فوق السداري هو يريح، ريح دارها مشى. بدينا كنغوتو، مات جات لابيلونس هزاتو داتو، راه مات في الطريق. وهذا المجرم اللي ضربو اخطر ما يكون، اخطر مجرم عندنا في راس الحومه. الناس كيباتوا ناعسين وحنا كنباتوا فايقين، كيبيع الكينه وكيبيع الحشيش، كيباتوا السكيريه الليل كامل في راس الدرب عندنا. ما تقدرش دوز انت ولادك، ما تقدرش دوز مراه مسكينه بوحديتها، غادا تشري شي مشكل مع هذوك الناس اللي كيجيو يتقداو من عنده، وهو كيدخل لديك الشبكه ديال الشرجم وكيبقى يسير بالعباد الله. كطورزه ما كتقطعش وما كيسحاش. انا كنطالب من الدوله تعطينا حقنا في هذا السيد هذا، ويعوض لينا خونا اللي كان معاونا على الميمه هي كتشوف فيها. حنا حتى واحد فينا ما خدام، لا انا لا خويا. انا عندي ربعه الاولاد وعندي المراه، كنمشي على المسيره نفرش، نبيع شريوطات باش نجيب لهم الطحين ياكلوه، ونجيب لهم عديسه ولا اللوبيا يديروها ولادي العشاء. خويا بعض المرات كيعاونني، كنلقى عاطي لامي 400 ولا 600 باش تعاونني. دابا هاد السيد هو قتلو، وفينا حنا خوتو باش نمشيو فينا؟ من الا شناه راه نحيدوه، ولكن كنطالبوا من المخزن ومن الله ومن جلاله الملك محمد السادس والحكم الصاعد ديالو باش يعطينا الحق ديالنا في خونا. هادشي اللي كنطالبوا من هاد السيد هذا. ما يمكنش هو قتل خويا ويمشي يعطي الفلوس ويوقف لينا في راس الدرب. راه لما قتلتو انا غيقتلوا ولدي، ما قتلوا ولدي غيقتلوا ولد اختي، ضروري غيجري معنا مشكل. لهذا كنطلب من الله ومن جلاله الملك محمد السادس يعطينا حقنا في هذه الجريمه الشنعاء اللي فضحت الماره الكبير والصغير. حتى واحد فينا ما نعس، حي النسمه كامل بيت فايق والمخزن الله يجعل البركه فيه، بيت غادي جاي عليه وباقي لحد الان كيقلبوا عليه، وباقي المجرم ما شدوش، باقي مخبينو خوتو العائله ديالو. كنطلبوا من الله يطيح هذا المجرم هذا ويتعاقب على الجريمه اللي دار، هذه الجريمه الشنعاء اللي خلقات في مدينه القنيطره، مدينه العالم، في حي النسمه، في الزنقه 147 فيها زايدين حنا الخوت، هو نقص منا واحد بسبب هذا المجرم هذا. خويا كان عقل ضل النهار كامل كيبيع ويشري في الجوطيه، هابط تلقيتي ليه خشيتي فيه جنويه. باش نقولوا راه فايت مدابز معاه ولا عنده عداوه معاه ولا ما عمرنا تغيرنا حنا وهاد الناس هادو منذ الطفوله ملي كان القصدير، ما دابا راه ولا الحيط. انا اللي كنهضر معاكم في عمري 58 عام، زيد في هاد الزنقه 147، وانا ولدت فيها اربعه الاولاد وباقي في صباغتي، ما كنتش مجرم.
ولهذا كنطالب من السلطات يقوموا بالمجهود ديالهم، الله يجعل ربي يجعل فيهم البركه. السلام عليكم، انا الاخ العسيري ميلود، اخ الضحيه. خويا هذا المشكل هذا اللي وقع فيه هو الاخ ديالي، تيجي يوميا تيجي من الخدمه من جوطيه، تيجي تيريح في راس الدرب شويه واحد القسمين ربع ساعه، تيهز الساك ديالو تيجي تيدخل للدار. ما عمرهم هضروا مع هاد الناس هادو. والبارح راجع ريحت تما شويه، ما عرفتش كيفاش ناقشوا معاه، بلاتي ما عرفتش كيفاش ناقشوا معاه، قالوا لي نوض ولا ما نعرف، ضربوا معاه. حنا مريحين هنا في الدار، انا مريح في البيت الفوق تنتعشى، تتنسمع الوالده تتغوت، ها ولدي ها وليدي مالك بالدم، قال لها راه ضربني، ضربني زكريا موس. حنا هاد زكريا ود الرادي ضربوه، ملي مشينا للمخزن باش نعيط عليهم لابيرانس راه ما جاتش، الشرطه راه كيوقفت عليهم، جاو معايا مشيت لهم بالبيكالا، جاو حتى لعندي. لابيرانس راه كثر من ثلث ساعه ولا نص ساعه ما جاتش لابيرانس، حنا ولينا عدايعين تندورو تنقلبو على لابيرانس وما كايناش. تا عيطوا لها واحد الاخ تيخدم مع شي واحد فيهم صديق ديالو، عاد جاو لابيرانس تاهي فيها المشكل، تعطلات هي تعطلات تاهي، راه هي هو الامر بيد الله، هو كان مقسم ليه الله يموت. من الاسباب تاهي ماشي تدخل سريع بالزربه غادي يطيروا به، بقينا لقينا مشكل مع لابيرانس تعطلات. ملي مشينا سيدي درنا الاقوال ديالنا، عمرو الدوسي شنو قال، قلنا ديك الهضره اللي قال خويا غوت مالو، قال لك ضربني زكريا ودرادي. الغد الصباح ان شاء الله فاش نفقنا في الصباح عاوتاني تسنتجنا الاخبار من عند الجيران، قالوا لينا بالله خوه راه ماشي قيو بوحدو اللي ضربوه، راه تا خوه محامي عليه، خرج خوه الكبير ميلود هو الاول، قال لك قال لك دفعوا جوج دفعات وضربوا بنص طيحوا، ضربوا بنص طيحوا. ملي ناض خوه الاخر خرج قال لك طردق الموس وضربوا فيه ضربه عنده تحت القلب. خويا هنا كنت يعني عي شويه لابيرانس ما تعطلاتش، ولادي كان باقي حي في الدار، كان باقي شويه تيتنفس، ملي تعطلوا عليه راه شويه توفى. حنا تنطلبوا من الناس ومن الحكومه ومن كل جلاله الملك، حنا ما هاد الناس ما غنتعداو عليهم ما والو، عطيونا الاجراءات القانونيه ديالنا، حقنا في خونا ضاع يعطيونا حقنا فيه، يتعاقبوا هذوك الناس اللي تعداو عليه، هادشي اللي تنطلبوا اخي، ما تطلبوش شي حاجه. هذوك الناس داروا لا فوت خصهم يتخلصوا. وهادشي اللي كاين اخويا، هذا هو الواقع اللي كاين. هاد الناس هاد خو الكبير عين الناس اللي تيقولوا بالله راه تاخوه محامي معاه، حنا راه ما حاضرينش الخو الكبير ولا هادي. الكلمه الوحيده اللي قال لنا المرحوم قبل ما يموت هو ضربني زكريا موس، هذه هي الهضره اللي كاينه. والجيران تيقولوا راه تحاموا عليه البارح بالليل، الناس اللي حاضرين قال لك تحاموا عليه هو وخوه، والله اعلم حنا ما حاضرينش. اسم ديالي العسيلي عبد الاله، انا المرحوم الله يرحمه كي بالصفه ديالو ولد عمي، وفي الحق راه من اطيب خلق الله. وبالنسبه للهضره هادشي اللي قالوا العائله ديالو ما خلاو لي ما نقول، لحقاش هاد الواقع اللي كيقولوا راه صحيحه، لحقاش حتى الجيران كيشهدوا بهاد الحالات اللي كيقولوا. وفي الحقيقه هاد يعني حتى انا بحكم ان ولد عمي كنطالب بعداله اجتماعيه، هاد السيد هذا خصو ياخذ الجزاء ديالو، ما خصوش يفلت من العقاب. علاش؟ لحقاش هذه جريمه قتل، وقتل متعمده، قتل جريمه قتل متعمده. واللي كنتمنى من الله ان كاين عوامل، وتا من ناحيه الامن الحمد لله الاخوان ديال الامن خدامين، ولكن راه بزاف عليهم على هاد المؤثرات العقليه وهاد المخدرات اللي كترش للمدينه، راه في الحقيقه هادشي راه خصو يدار له حد. الناس خدامين ولكن راه بزاف، لحقاش الاحياء الشعبيه الاغلبيه الاحياء الشعبيه كتكون فيهم التجاره ديال المخدرات والتجاره ديال المؤثرات العقليه اللي هي الفانيد، وهادشي هذا خصو يدار لواحد. لحقاش يعني بالنسبه للجريمه يعني كتكثر في الاحياء الشعبيه، والسبب ديالها هو هاد المؤثرات العقليه. بالنسبه لهاد الوليد هذا يعني راه هو مسكين كان مسؤول، ما مزوج ما والو، كان معاون امه مريضه، والناس فحال زعما ناس ضعاف يعني بالنسبه للمركز الاجتماعي ديال المرك، عارف انت شتي الحاله كي دايره، والناس مساكن ما كيقلبوا على حتى حاجه، كيقلبوا على الحق ديالهم، الحق ديالهم في العداله. وكنتمنى الجريمه بحال هاد الجرائم هادو ينقصوا من هاد المدينه هادي. كفانا من الاجرام، والسلام عليكم وشكرا.